اسمي العربي ربيعة، سنة 76 قريب 77 سنة. عمري ما قريت العربية هكذا، في وقتي أنا قريت حاجة أخرى، ومن بعد في 2014 يعني 2014 يعني تبت لي كنت رحت سجلت روحي. نعاسو نعم جيد. فرتخت نعم صوتا صوتا نعم جيد خفيتا. وكي قريت هاني هاي كل النتيجة تاعها هو شراني وشراني النقل وننتقل شوية بالقراية تاعي مانيش خفيفة فيها يعني بصح راني وليت تعلمت الحروف تعلمت كيفاش نقراهم كيفاش وحاجات هكذا تعلمتهم والحمد لله. بين هذاك والآخر كنت نقرا القرآن في المسجد، نروح نزيد نقرا الصورات هكذا في المسجد نقرا القرآن وزيد جيت وليت نقرا قريت الحروف وقريت يعني القرآن باش نقول لك راني نقرا دوك حبست وين كنت نقرا حبس بصح في الدار نشد من ذاك نشد المصحف واش نعرف واش يعني نقرا والحمد لله الحمد لله واش كنت واش راني راني نحمد فيها ربي ونشكر نزيد هكذا يعني ما نضيعش ان شاء الله حابه نزيد نكمل نقرا. ننصحهم غير يروحوا والله غير يدي عاد نديرها يعني الحق نقول لهم روحوا تقراوا والله غير الاول تجيكم شويه صعيبه وهذه فيها حاجات بصح مع الوقت توالفوا ماذا بكم ما تحبسوش. انا وحده انا كي الوقت اللي تاع القرايه نتقلق ما نكذبش ما يعني نحب نجي نقرا نحب ما مازال ما رانيش قويه فيها.